في رحلة البحث عن لقمة العيش يخرج ياسر ليفتش عن القذائف والذخائر غير المنفجرة لبيعها كي يعاد تدويرها، عمل محفوف بالمخاطر، ولكن ياسر وغيره اضطروا إلى امتهانه مقابل بضعة دولارات تحيطهم وأسرهم. نحن بنطلع على خطوط الجبهات مندور على القذائف اللي مو متفجرة، منبيعهن ونسترزق منهن. الشغلة خطيرة بس بدنا نعيش، شو نسوي؟ تباع القذائف لمراكز تجميع المعادن. هنا قذائف من أنواع مختلفة، خفيفة ومتوسطة وحتى الصواريخ الثقيلة. يقوم العاملون في هذه المراكز بتفكيكها واستخراج المواد المتفجرة منها وعزلها عن الحديد ليتم صهرها وإعادة تدويرها. زائف مستخدمين ومفرطين، هذول بيرحني على هني عمال. نحن كمراكز تجميع نشتري شهريا معدل 4 طنات، هذول المستخدمين مخلصين من الشيء اللي فارغ فيه وبعطين عم عامل الصهر يستخدمين بأشياء تانية. بحسب إحصائيات الدفاع المدني في شمال سوريا، فإن أكثر من 400 مدني، بينهم 100 طفل وأكثر من 37 سيدة، هم ضحايا الذخائر غير المنفجرة في المنطقة، فيما دمرت فرق الدفاع المدني ألافا من الذخائر غير المنفجرة في مناطق شمالي سوريا. إن الذخائر غير المنفجرة هي عبارة عن قنابل موقوتة قد تنفجر بأي لحظة ولو طال بها الزمن، يجب عدم الاقتراب منها. فرق الدفاع المدني استجابت لعدد كبير من الحالات التي انفجرت بها ذخائر غير منفجرة نتيجة الاقتراب منها أو لمسها أو حتى نقلها. لقمة مغمسة بالدماء، ما بين البحث عن عيش بأقل ما يمكن وموت يترصدهم في أي لحظة. ما تزال تجارة الموت هذه تحصد أرواح العشرات من المدنيين كل عام، فالفقر والحاجة يدفعان الناس إلى هذا العمل، عمل تحول إلى مهنة تزداد انتشارا رغم وقوع حوادث بسبب انفجار القذائف أثناء نقلها. خالد البي، العربي، من مدينة معرة مصرين شمال.